بسم الله الرحمن الرحيم. هذه لطائف تاريخية عن النعل أسميتها راحة البال في لبس النعال. قيل أول من لبس النعال هو جذيمة الأبرش، والصحيح أن لبسه قديم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينتعل أحيانا ويحتفي أحيانا. بعض الملوك قديما لا يلبسون النعال المسمرة لقلة مشيهم، رقاق النعال طيب حجزاتهم يحيون بالريحان يوم السباسبي. في قوله تعالى: صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، قال علي رضي الله عنه: النعل الصفراء تزيل الهم. وقال ابن الزبير رضي الله عنه: النعل السوداء تجلب الهم. ما أدري ليش تذكرت تجارة حسين بن عاقول مع أخوه سعد. أبو القاسم الطنبوري تاجر بغدادي قديم كان يضرب بنعله المثل، كان يرقعها باستمرار ولا يبدلها أبدا. الحاكم بأمر الله العبيدي لما رأى كثرة خروج النساء إلى الأسواق أمر الإسكافية صناع الأحذية بعدم صنع أحذية لهن. أول من لبس الكعب العالي في أوروبا هم الجزارون لتجنب الدماء، ثم لبسه الرجال لتجنب الأوساخ، ثم لبسته النساء. يقولون أم علي زوجة عز الدين أيبك ذبحت شريكتها شجرة الدر ضربا بالنعال وهي نائمة، وسوت حلوى سمتها أم علي فرحا بالمناسبة. الدكتاتور الروماني شاوسيسكي كان له كل يوم نعل يلبسها ثم يحرقها حتى ما يلبسه واحد ثاني، ثار عليه شعبه في سنة 89. رجل سرقت نعله فأنشد: قطع الله يمينا سرقت مني حذائي، أبدلتني بحذاء نصفه يمشي ورائي. أشهر حذاء نسائي حذاء سندريلا، يقال إنها امرأة فرعونية، ويقال هي من الأدب الشعب اليمني، انتقلت إلى أوروبا عن طريق الأندلس. يقال إن الأحذية في السعودية في النصف الأول من القرن العشرين كان من الكفرات والتواير القديمة، البخارية يأخذونها ويضبطونها ويسوون منها نعول. في دراسة تقول: دعوا أبناءكم يمشون حفاة فإن هذا يقوي مناعتهم. عيالنا مو محتاجين دراسات.